ما شاء الله تصايبو طاجين ديال الغنمي بخيزو والزيتون. المقادير اللي عندنا: عندنا اللحم، عندنا 6 ضرس ديال الثومه، عندي 2 بصلات والزيتون وخيزو ونص وربع حامضه مصيره وشويه القزبر. التوابل عندي الكركما، عندي البزار، وعندي سكينجبير والملحه وزيت العود. ندير شيشه ديال الملحه قليله وشيشه البزار صافي، ونخليه يطيب. يطيب عاد غادي ندير الزيتون والحامض.
دابا طاجيننا ها هو وجد، وبالصحة والراحة.